في حضرمان لا شيء لم يتعرضوا للبسط والسطو من قبل الجماعات والعصابات المسلحة. البنوك والمحال التجارية والأراضي وحتى المنازل، كل شيء هنا بات مباحا في شرع الجماعات والعصابات التي لم تجد من يردعها ويوقفها عند حدها. فملف الأراضي والبسط عليها هو الأكثر إقراء لتلك العصابات، وأحدث ضحاياها كانت المساحات العامة وأراضي الدولة والجامعات، سواء أكانت حكومية أو أهلية، كحال جامعة الأحقاف التي يقول القائمون عليها أنها تتعرض للاعتداءات من وقت لآخر. الإعراب عن رفضنا واستنكارنا للهجمة الشرسة غير المسبوقة التي تتعرض لها أرض الحرم الجامعي، حيث نفذ العشرات من منتسبي الجامعة من طلاب وأساتذة وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاستها للتعبير عن رفضهم واستنكارهم للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها أراضي الجامعة ممن وصفوهم بعصابات الفيد ونهب الأراضي، فيما يحذر المسؤولين في الجامعة من أن هذه الاعتداءات المتكررة وغير المسؤولة ستلقي بظلالها على مستقبل العملية التعليمية في حضرموت. هناك بعض الأشخاص الذين ماتت ضمائرهم وحاولوا أنهم يعني يستفيدوا من الوضع هذا ويسطوا على أرض الجامعة، فنحن هنا نقف لنقول وننبه كل الناس الذين حاولوا أنهم يسطوا أو الذين دخلوا في قضية شراء الأرض من هؤلاء الناس، ننبههم إلى أن هذه الأرض ملك للجامعة وملك لأبنائنا وملك لمستقبل حضرموت. لم يجد الطلاب الدارسين في الجامعة من خيار سوى تنفيذ وقفة احتجاجية أمامها للتنديد بعمليات السطو التي تتعرض لها، على أمل أن تجد هذه الوقفة أذانا صاغية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.